حياكم الآن في انتظار وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الديوان الملكي، حيث سيقام له بالطبع مراسم استقبال رسمية كدولة عظمى وهي جمهورية روسيا الاتحادية. وبالطبع سيلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الرئيس الروسي، وسيتبادلان الأحاديث الودية وأيضا أوجه التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. كما نتابع إياكم الآن، يصل الموكب الرئاسي الذي يقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الديوان الملكي. الآن تدخل السيارة الرئاسية التي تقل الرئيس الروسي إلى الديوان الملكي، حيث بالطبع سترافق